بسم الله الرحمن الرحيم. هنواصل في الكورس introduction to anatomy. الفيرست ليكتشر كانت عن الانسوميكال تيرمز تيرمينولوجي. شفنا فيها انا مديل لاندج في اناتومي حاجه خاصه عرفناها بالتفصيل. الليكتشر اللي بعديها كانت عن السكليتال سيستم، تكلمنا عن البونز عن الجوينتس ان ديتيلز. طيب our lecture today is about muscular system. Muscular system. طيب muscular system اللي هو الجهاز العضلي. الجهاز العضلي لو لاحظنا اغلب الجسم مكون له من شنو؟ من عضلات. يعني اللي انا شايفه قدامي كله عباره عن شنو؟ عباره عن مصل. نبدا من البدايه ذات كلمه مصل دي جاتني من وين؟ مصل هي عباره عن لاتين ويرد، كلمه لاتينيه اللي هي جايه من شنو؟ مصل جايه من ماوس. ماوس اللي هو شنو؟ الفار. احنا عارفين الفار في الجسم بتاعه بيكون سمين كده وعنده شنو؟ التيل بتاعه هاي كده نرو صح؟ عشان كده لقوا انه اغلب المصل شكلها بتكون كيف؟ شكلها بيكون حته دايليتد كده، حته كبيره ونهايتها حاجه اسمها تندون. عشان كده التندون ده بيشبه لي التيل اوف ذا ماوس. عشان كده اللاتينيين قالوا شنو؟ قالوا انه والله سميناها مصل لانها بتشبه لي الشكل بتاع شنو؟ الماوس. طيب ده بالنسبه لشنو؟ لكلمه مصل. طيب لو جيت سالتك المصل هي عباره عن شنو؟ لو رجعنا ورا كده انا في الجسم عندي فور بيزك تيشوز، ده كلام بتاع هيستولوجي. في الجسم عندي فور بيزك تيشوز. اول حاجه عندي تيشو اسمها ايبيسيليوم اللي هي الايبيسيليال تيشو. طيب ثاني عندي حاجه اسمها كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشوز. ثاني عندي ماسكولار تيشوز. واخر حاجه عندي اللي هي شنو؟ اللي هي نيرفس تيشوز. اي نسيج في الجسم اللي قدامنا ده كله من فوق لحد تحت لو جينا مسكناه لازم يبقى عليه تحت واحد من الفور كلاسيفيكيشن. عشان كده بسميهم اللي هي البيزك تيشوز اوف ذا بودي، بيزك تيشو اوف ذا بودي. يعني مثلا اذا جينا مسكنا مثلا ده هنا عندي وريد وشريان صح؟ وريد وشريان ده عباره عن شنو؟ حاجه يقول انه الطبطين الداخليه بتاعتهم مكون عليه من ايبيسيليال تيشو اسمه اندوسيليوم. ولو جينا مسكنا في النص في عضلات في الوريد ذات مثلا او الشريان، عشان كده هو ذاته جزء منه شنو؟ ماسكولار تيشو. والطبقه الخارجيه عباره عن كونكتيف تيشو. لو جينا مسكنا العظام، العظام عباره عن كونكتيف تيشو. لو جينا مسكنا البلط، البلط عباره عن كونكتيف تيشو. لو جينا مسكنا اي عصب حايل ده عباره عن شنو؟ نيرفس تيشو. فانا دي عندي فور بيزك تيشوز اوف ذا بودي، انا ما بطلع من الاربعه دي مهما كان. طيب كلام ده في الهيستولوجي حيعرف ان ديتيلز، لكن الليله الليكشر بتاعتنا عن الماسكولار سيستم، عن الماسكولار سيستم. لما نيجي نتكلم عن المصل، المصل عباره عن كونتراكتايل كونتراكتايل تيشو. كونتراكتايل تيشو معناها شو؟ كونتراكتايل تيشو اللي هي معناها انسجه عندها القدره على الانقباض. يعني اي عضله عندها القدره انه يحصل لها كونتراكشن، وعكس الكونتراكشن اللي هو ريلاكسيشن انبساط. طيب طيب لو سالنا نفسنا الكونتراكتايل تيشوز في البودي شنو؟ واحده منها المصل عرفناها. ثاني عندي الجلانس. الجلانس الغدد، عندي غدد مثلا غدد اللعابيه بيحصل لها كونتراكشن للتيشوز بتاعتها عشان تفرز لها الصلايبة اللي هو اللعاب، وهكذا. معناها عندي شنو؟ الجلانس فيها كونتراكتايل تيشو اللي هي فيها شنو؟ فيها سيل، فيها خاصيه الكونتراكشن. الحاجه الثانيه انت الليله لما تتجرح الحته دي اتقطعت بقى فيها جاب. الجاب ده لو لاحظت بيكون بيحصل نمو بعد كده ممكن شنو؟ يقفل. الجاب ده بيقفل كيف؟ لانه حصل كونتراكشن، الانسجه دي قربت لبعض عن طريق هي اسمها مايو ايبيسيليال تيشو. عن طريق شنو؟ مايو ايبيسيليال تيشو عندها القدره انها يحصل لها كونتراكشن. الحاجه الاساسيه هنا انه لازم نعرف انه المصل عباره عن كونتراكتايل
تيشوز لها القدره على شنو؟ على الانضباط. وعندها القدره على الانضباط معناها فيها انسجه معينه داخل الخلايا بتاعتها، عندها القدره على الكونتراكشن. برضو في الهيستوري اوف ماسل سيل لازم نعرف الحاجه دي شنو، اللي هي بروتينات معينه عندها القدره على الانضباط. طيب النقطة اللي بعديها اللي هنتكلم عنها اللي هي لازم نعرف الـ types of muscle. هنعرف شنو؟ types of muscles. ولازم أفرق بين كل نوع والثاني كيف. في الجسم عندي 3 types of muscle. النوع الأول اللي هو skeletal muscles. ومين اسمها؟ سكليتل معناها هيكليه. نحن امبارح تكلمنا عن الهيكل العظمي، معناها هي العضلات اللي حيكون عندها اتاشمنت مع السكليتل سيستم، ماسكه عليه شنو في الجهاز الهيكلي. دي السكليتل ماسل. النوع الثاني اللي حيكون كاردياك ماسل. كاردياك ماسل، دائما كلمه كاردياك دي نسب للهارت اللي هي نسب للقلب. معناها دي شنو؟ دي عضلة القلب الأساسية. احنا عارفين انه القلب ده وظيفته يضخ لي الدم. عشان يعمل لي ضخ للدم لازم اعزل له عضلة تضخ البلد صح؟ عشان كده العضلة الأساسية بتاعته اسمها كارديك موسل، وهي موسل غايمة بذاتها عندها خصائصها براها كده لازم نعرف. طيب النوع الثالث اللي هو سموز موسل. اللي هي العضلات الملساء. سموث مسل برضه بلقاها في سيرتن ارياز في البودي، بلقاها في البلود فيزلز، بلقاها في الجدران بتاع الاورجنز اوف ذا بودي. يعني مثلا لو جيت مسكتها سمول باور لارج باور هم اللي معاه الدقيقه والغليظه، هلقى البول بتاع مكون ليه من شنو؟ من سموث مسل. طيب انا الحاجه اللي لازم اعرفها ايتش تايب اوف مسل لازم اقدر افرق بينه وبين الثاني. طيب انا عشان اعمل كومبيريزون بيناتهم لازم اخد عندي شنو نقاط اساسيه اقدر افهم. عشان الموضوع ما يتنسب يكون مرتب هنقوم نعمل دياجرام او نعمل لنا جدول نفرق بيناتهم ثلاثه. طيب الكولوم الاول هنديه لاكثر تايب اوف مصر اللي هو سكليتال سكليتال مصر. طيب والنوع الثاني اللي هو حيكون الكارديك مصر، والنوع الثالث اللي هو قلنا شنو سموث مصر. طيب اول سؤال هنسال لنفسنا، هل العضله دي انا بقدر بتحكم فيها ولا ما بقدر بتحكم فيها؟ اللي هل هي اراديه او لا اراديه؟ طيب المصطلح بتاعنا اللي عايزين نعرفه اراديه اللي هي فولنتري مصر. اراديه اللي هي شنو؟ فولنتري مصر. واذا كانت العضله لا اراديه انا ما بتحكم فيها هسميها شنو؟ ان فولنتري مصر. طيب اغلب العضلات اللي لسه ظاهره هنا بقدر بعرفها اللي هي دي السكليت المصري. نسأل السؤال هل العضلة دي إرادية ولا لا؟ نمسك مثلا العضلة دي إرادية معناها بتحكم فيها، بتحكم فيها كيف؟ معناها بتحكم في الكونتراكشن بتاعها وعكس الكونتراكشن اللي هو الريلاكسيشن بتاعها. كونتراكشن هو العضلة، جيت عايز أعمل كونتراكشن للمصل، جيت قلت العضلة عايز كونتراكشن، طوال عملت كونتراكشن. طيب عايز أعملها ريلاكسيشن، كده عملت ريلاكسيشن للعضلة. معناها السكليت المصل دي عبارة عن فولنتري مصل، عضلات إرادية. نمشي للكولوم الثاني الكارديك مصل، عايز أنا نفسي بقدر أتحكم فيها ولا ما بتحكم فيها؟ في زول بيقدر يتحكم في قلبه ده يخليه يدق، بعد شوية ما تدق، بكرة يدق، بعد شوية ما تدق. ما في أي تحكم في القلب، نحن من يوم ولدونا لحد الآن الحمد لله نحن حيين. عضلة القلب مالها بيحصل لها كونتراكشن أند ريلاكسيشن. معناها الكارديك مصل إن فولنتري مصر. انفولنتري مصر. نمشي للنوع الثالث اللي هو السموز مصر. السموز مصر قلنا شنو؟ في الاوعيه الدمويه. فرضا انا عندي الشريان الاورطي ده اكبر شريان في الجسم اللي هو الاورطه.
هل بقدر بقول للعضل قاعد عليه في الجدار بتاع الشراع الاوطي احصل لي كونتراكشن او ريلاكسيشن؟ ديفينتلي نو. عشان كده شنو؟ برضه هي حتقول لي شنو؟ ان فولنتري مصر، ان فولنتري مصر. تمام؟ طيب معناها اول حاجه حفرق بين الثري تايبس اوف مصر اللي هي هل هي فولنتري اور ان فولنتري. نمشي للحاجة الثانية اللي بفرق بينها. الحاجة الثانية بفرق بينها هل هي مخططة أو غير مخططة؟ طوال لازم نعرف المصطلح. مخططة اللي هي استرياتي، غير مخططة اللي هي نان استرياتي. استرياتي أن نان استرياتي اللي هي لما أشيل لي مص التيشو وأخدها تحت الميكروسكوب يتعي عليها بلقى فيها خطوط. اي زول بعد الليكشر دي ممكن بس يخش في جوجل يكتب مثلا استرياتد مصر، هتجيب كل صور بتاعت هيستولوجي هتلقى انه العضله دي مخططه او في عضلات ما بلقى فيها استرياتد. لما اجي للسكليت المصر هلقاها عباره عن استرياتد مصر، عضله مخططه. طيب لما اجي للكارديك مصر هلقاها برضه شنو؟ استرياتد مصر. لكن من اسموس سميناها اسموس لانه ما فيها خطوط، عشان كده هي ملساء، عشان كده معناها نان استرايت. نان شنو؟ استرايت. طيب دي النقطه الثانيه الفرق بيناتها هل هي استرايتد اور نان استرايتد. معناها لحد الان السكليت المصل بتشغل لي الكارديك مصل انه الاثنين استرايتد، لكن الفرق بيناتهم السكليت الفولنتري والكارديك الفولنتري. الكارديك والسموث ماسل بيشابهوا انهم الاثنين انفولنتري، لكن الفرق انه والله الكارديك استرياتد والسموث نان استرياتد. تمام؟ نمشي الحاجه الثالثه اللي بتفرق بيناتها. اذا جيت شفت الماسل سيل ذاتها اللي هي اسمها مايوسايت، مايوسايت تمام، مايوسايت اللي هي دي الخليه الاساسيه بتاعت العضله. كلام سامي زمان انه اي خليه عندي فيها نواه اللي هي النيوكليس، لكن لقوا انه في اختلاف بين النواه بتاع السكليت المصل سيل والنواه بتاعت الكارديك مصل سيل والنواه بتاعت السموث مصل سيل. كيف؟ اللي هي لقوا الاختلاف في النمبر اوف نيوكلياي. لقوا انه والله السكليت المصل مالتي نيوكلياتي، مالتي نيوكلياتي مالتي نيوكليت معناها فيها اكثر من نيوكليس، فيها اكثر من نيوكليس. والحاجه الثانيه ذاتها بلقاها في شنو؟ في البريفري. يعني اذا شلت لي كروس سكشن كده هلقى السيلز قاعده عليك كده، دي سيل دي سيل دي سيل دي سيل ده في السكليت المصل. ولما اجي عالي النيوكليا بلقاها مالتيبل اند بريفري، يعني دي كده هنا حاليا دي فيها فور نيوكليا قاعده لي في البريفري اوف ذا سيل. وإذا شلت لي لونجيتيدينال سكشن يعني دي العضلة قطعتها كده وحطيتها في الميكروسكوب بلقاها كلها فايبر كده، كلها مكونة عليها من شنو؟ من فايبرز اللي هي الياف صح؟ والخلايا دي بلقاها عاملة كيف؟ زي السكة دي كلها سيل واحدة. شوفوا الخلايا فيها بريفري عن مالتيبل اللي هي بلقاها شنو؟ منظمة كده. ده في كروس سكشن وده في اللونجيتيدينال سكشن. طيب لما نيجي للكارديك مصر هلقاها سنجل نيوكليوس. طيب ولما نيجي للسموث مصر برضه هلقاها سنجل نيوكليوس، سنجل نيوكليوس. تمام؟ معناها لحد الان سكليت المصر فولنتري استرياتي ما مالتي نيوكليات. تمام؟ والحاجه اللي مميزه في السكليت المصل استجابتها سريعه لكن ايزلي فتيك، يعني هي بتستجيب لي سريع، اديت الاوردر اتحركي بتستجيب لكن بتلعب سريع. يعني مثلا ليله زول عايز احرك يدي كده، ما قلت له يدي تشتغل كده، هي مستجيبه لكن بعد دقيقتين ثلاثه كده حابدا العب صح؟ لكن الكارديك مصل دي من يوم الدون لحد الليله ما وقفت، بس شغال شنو احسن؟ كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. السموث ماسل سيل الباول دي
كلها شغاله تتحرك تودي الفود قدام يبقى في وهكذا تمام. فدي الفكره، دي الثلاث حاجات الاساسيات اللي انا بفرق بيناتهم بين السكريت المصل كارديك مصل انسموس مصل. بعد شويه كل واحده المفترض نعرفها، الكارديك مصل ديفينتلي قاعده على هي المين مصل او الظهار، حتى القلب ده مكون من ثلاث طبقات. العضله الاساسيه بتاعت القلب اللي هي بالطبقه الاساسيه وبسميها المايو كارديا. مايو كارديا، كارديا قلنا نسب للقلب ومايو دي نسب للعضلات، عشان كده هنا كان المصل سيل سميناها مايو صار. والسموز مصل سيل كنت بلقاها وين؟ في الفاسكولر، وبلقاها في شنو؟ في الاورجان وورد اورجان سول. والسكليت المصل اللي حلقاها شنو؟ اتاش للسكليت سيستم. طيب الحاجة اللي ترجعوا لها هي دي المفترض تكون في ليكشر بتاعت هيستوري منفصلة تماما، لأنه في الجروس نحن هنتكلم في الجروس الحاجة الظاهرة مين اللي هي هنتكلم عن السكليت المصل. طيب حتى في حاجات بتلقوها إضافة، يعني مثلا كارديك مصل اللي فيها حاجة اسمها انتركاليتد ديسك اللي هي دي روابط أو ممرات بين شنو بين كل خلية والتانية. وتاني حاجة كارديك مصل بلقاها برانشي، يعني دي الخلية كده ودي خلية تانية مربوطات كده متفرعات، في برانشنج بتوين السيل. دي كل الحاجات اللي بتعرفوها لما تمشي ان ديتيلز ان هيستوري. لكن عموما الثلاث حاجات الاساسيه بفرق بيناتها، هل هي فولنتري، هل هي استراياتي، هل هي عندها كم نيوكليس. تمام، نيجي للموضوع المين بتاع الليكشر بتاعتنا اللي هو هنتكلم مين عن السكليتال ماسلز. سكليت المصل عندها اسامي كثيره، واحده ممكن اسميها الاسترياتد مصل، وفي ناس بيسموها الفولنتري مصل. انا هي الفولنتري مصل الوحيده صح؟ سكليتال مصل. في ناس بيسموها سوماتيك مصل. سوماتيك دي كلمه كده جايه من الامبريو، دائما سوماتيك حاجه فولنتري. طيب في ناس بيسموها الستريكت مصل. وات ايفر احنا نعرف انه الاسم الاساسي اللي هو السكليتال ماسلز. طيب الخواص اللي بتتكون منها شنو؟ لقوا انه اي مصل عندها تو انس، عندها نهايتين تمام؟ عندها شنو؟ تو انس. اي سكليتال ماسل عندها اوريجين وعندها انسيشن. اوريجين انسيشن يعني شنو؟ اللي هي بدايه اوريجين اند انسيشن. الوظيفه الاساسيه للسكليتال ماسلز اللي هي تو برينج الموفمنت، معناها حتكون ماسكه لي في عظم هنا لعظم هنا، لما يحصل لها كونتراكشن حتقرب العظمين لبعض كده، معناها الجوينت الفلاني يتحرك تمام. انت عشان تمشي لازم العضلات هنا يحصل لها كونتراكشن ترفع رجلك لفوق، وثاني يحصل لها ريلاكسيشن تنزل الرجل وهكذا. الليلة انا لو عايز اكتب لازم يحصل لي كونتراكشن هنا للمسلز بتاعت الفينجرز عشان تمسك القلم عشان انا اكتب. فكل هذه اللي هي بينج الموفمنت لازم انا يحصل لي شنو؟ حركه في العضل، لازم يحصل كونتراكشن اند ريلاكسيشن. طيب قلنا اي عضل عندها تو انس، عندها نهايتين اوريجين اند انسيشن. اوريجين ده اللي هو ده المنبع بتاع العضله، يعني العضله دي باديه من هنا، فلنفرض العضله دي مثلا باديه لي من هنا. والانسيشن بتاع اللي هو الحته اللي حتمسك فيها في النهايه. ودائما حاجه نثبتها قاعده عندنا، غالبا انا ما حقول النهايه، غالبا انه العضله بتتحرك من اتجاه الانسيرشن للاوريجن. يعني فلنفرض انه هنا عندي البون الفلاني ده طيب، وهنا عندي بون ثاني، معناها الحته دي جوينت صح؟ وهنا في الحته دي عندي عضله، ده الاوريجن بتاع وده الانسيرشن بتاع، عضله ماسكه من هنا لهنا كروسنج الجوينت. اي عضله بتعمل لك كروسنج للجوينت هتشتغل في الجوينت. طيب قلنا نحن اذا ده الاوريجين وده الانسيرشن، دائما كونتراكشن بتاع العضله الاوريجين از فيكسد بارت، ده هيثبت ما هيتحرك، لكن الانسيرشن كل ماله هيجيني اتجاه الاوريجين، معناها هنا حاليا الحركه بتاعت الجوينت هتبقى لي شنو؟ ليه معناها العظم ده كله هيجيني هنا، اذا هي دي كده هيحصل لي شنو؟ فليكشن، هيحصل فليكشن. فساعتها انه شنو؟ الاوريجين از فيكسد بارت
والانسيكشن از موبايل بارت اللي هو شنو؟ هذه اتجاه الاورجن. الحاجه ممكن تتعكس، ممكن تتعكس كيف؟ اذا لاي سبب ما الانسيكشن ثبتناه باذر فورس قوة اكبر مني ثبتت لي شنو؟ ثبتت لي الانسيكشن، حاضطر انه الاورجن يجي للانسيكشن. اكثر مثال اللي نضربه الناس اللي بيستلموا الجبال، ثبتت يدك، لو تثبت يدك المفترض انت يدك دي تجي توارد الترنك، لكن انت ما حتحرك الجبل ده كله تجيبه معك، لا كده ثبتت الانسيرشن معناه شنو؟ الاورجن كل جسمك حيترفع لفوق وكده انت شنو؟ بتتسلم. فهنا الاكشن بتاع العضله يعني الحركه اللي بتعملها هيحصل لها شنو؟ ريفيرسنج، هيتعكس تماما يعني من الدايركشن حيجي بدايركشن شنو؟ ثاني. تاني من خصائص الاسكليت المصل انها عندها تو بارتس، عندها شنو؟ تو بارتس، واحد اسمه فليشي بارت، والبارت الثاني اسمه فايبرس بارت. الفليشي بارت في العضله اللي هو ده شنو؟ ده الكونتراكتايل بارت. لو جينا لاحظنا هنا للعضله دي في البلونة شنو؟ الأحمر ده، طيب؟ والجزء التحت ده الأبيض ده الفايبرس بار، معناها الجزء ده هنا ده هيحصل له الكونتراكشن، والجزء الفايبرس ده نون كونتراكتايل تيشو، معناها إذا فيها كونتراكتايل تيشو وفيها نون كونتراكتايل تيشو. الكونتراكتايل تيشو دي بسميها الفليشي بار أو بسميه البيلي بتاع العضلة، بسميه شنو؟ بسميه البيلي أوف ذا مصر، تمام؟ والفايبرس بار ممكن يكون له عباره عن تندون اللي هي شنو؟ زي حبل كده قوي صح؟ ممكن يكون له تندون وممكن يكون له شنو؟ حاجه اسمها ابونيوروسيس اللي هي عباره عن فايبرس شيت عباره عن غشاء ليفي، وهنا تندون عباره عن شنو؟ فايبرس كورد حبل ليفي. اغلب المصل عندها تندون تمام، اللي هو ده الوتر بتاع العضلة. والابانيوروسيس دي غالبا بلقاها في الابدومينال ماسلز كلها، بتكون فلاشي بار في النهاية تبقى عليه شيء اللي هو شنو؟ زي الاكسترنال اوبليك ابانيوروسيس، عضلة اسمها الاكسترنال اوبليك عندها ابانيوروسيس تمام، الانسيرشن بتاع ما عن طريق شنو؟ التندون. والتندون غالبا هو بيكون شنو؟ بيمثل لي الانسيرشن بتاع العضلة، بيمثل لي الانسيرشن بتاع العضلة. معناها اي مصل، اي سكليتا مصل عندها فلاشي بار عندها فايبرس بار، فليشي بار از بيلي which is a contractile bar، فايبرس بار which is a non contractile bar may be tendon or may be abanerosis which is a fibrous sheet. طيب اذا جينا نشوف الاستراكشر اوف ذا مصل بالتون كده، هو كلام شوية هيستولوجي لكن ما حنخش دي في الهيستولوجي عشان الليكشر هي مالك بروست. طيب هنشوف شنو الاستراكشر اوف زي مصر، استراكشر اوف زي مصر. طيب استراكشر اوف زي مصر قلنا الخلية بتاعت العضلة اسمها مايوسايت لكل العضلة، لكن في الاسكليت المصل اللي هي المصل سيل اسمها المصل فايبر، يعني المصل فايبر ده عباره عن شنو؟ من بدايه العضله لنهايتها بيكون عندي فايبر ماشي ده كله خليه واحده تمام؟ معناها شنو؟ العضله مكونه عليه من شنو؟ كميه بتاعت مصل فايبرز، كميه بتاعت مصل فايبرز. لما نجي عايد كميه بتاعت مصل فايبرز كلها حاجه مربوطه سوا هتكون عامله عليه حزمه، الحزمة دي اللي هي بسميها فاسيكل، بسميها فاسيكل. طيب فاسيكل، طيب فاسيكل اللي هي عبارة عن شنو؟ كولكشن اوف مصل فايبرز، عندي كمية بتاعت مصل فايبرز كلهم مربوطين عن متجمعين سوا بسميهم شنو؟ فاسيكلز. معناها المصل عبارة عن شنو؟ عبارة عن كمية بتاعت شنو؟ فاسيكلز. حزم مترابطة، كلها حزم شنو؟ مترابطة تمام؟ وتاني هنا شنو؟ فاسكل. وإذا كده دي كل المصل شنو؟ بتاعتي هنا
عبارة عن شنو؟ إذا ده كده الشكل بتاع المصل جينا فرقناها عبارة عن شنو؟ number of fascicles. وفي الفشكل دي ذاته إذا جينا شفناه حلقان كنا عليه من شنو؟ fiber. ده fiber واحد وده هنا multiple fibers كونوا ليه fascicles وكمية بتاعة fascicles كل ما عملوا ليه شنو؟ كل المصل. ده كلهم عبارة عن contractile tissue. لكن contractile tissue محتاج ليه معاه ما تأكل muscular tissue محتاج ليه connective tissue يعمل لي سبورت يديني النيوتريشن يمدني بالبلس سبلاي تمام. الكونكتيف تيشو ممكن القاه حوالين المصل فايبر الواحد في كونكتيف تيشو حوالين ممكن القاه حوالين الفيسكل ده كونكتيف تيشو براو ممكن القاه مغلف ليه المصل ذاته ده كونكتيف تيشو معناها الكونكتيف تيشو او السبورتنج تيشو في المصل متقسم ليه لثلاثه اجزاء جزء حوالين ايتش مصل فايبر اي مصل فايبر مغطيه انا بشنو؟ ب كونكتيف تيشو ده هسميه اندوميسيان. طيب اندوميسيان طيب وحوالين كل فاسكل كل فاسكل دي هنا هادي شنو؟ هيكون عندي بيري ميسيان معناها الفاسكل عباره عن شنو؟ عباره عن مالتيبل فايبرز جوا مع بعض صح؟ كلهم حواليهم في كونكتيف تيشو اسمها بيري ميسيان وحوالين العضله كلها اللي هي بدي الفيشيا اوف ذا مصل اللي هسميها اي بي ميسيان اي بي ميسيان معناها ركزوا سالني سبورتنج تيشو اوف ذا مصل او الكونكتيف تيشو اللي هم ثلاثه around the muscle fiber is endomysium around the fascicle is perimysium around the whole muscle is epimysium. طيب اهم حاجه في الليكشر دي اللي هي كيف انا بقدر بعمل classification of the muscle. قلنا دائما الاناتومي يعني بكون عندي قطعه كبيره بقسمها ل small pieces classification ثاني سب كلاسيكيشن وهكذا لحد ما انا اقدر شنو ادرس الموضوع. طيب الكلاسيكيشن اوف مصل على حسب الفيسكلز على حسب الارينجمنت اوف فيسكلز في المصل ذاته معناها الكلاسيكيشن على حسب الارينجمنت اوف فيسكلز على حسب الارينجمنت اوف فيسكلز. كيف الارينجمنت اوف فاسكلز؟ مرتبين كيف؟ قاعدين كيف؟ قاعدين منتظمين، جايتين، بيجر في ميلان، ما في ميلان، الحاجة دي ادتني انواع. النوع الاول اللي هي اسمها بارالل ماسلز. بارالل ماسلز. النوع الثاني اللي هو اوبليك ماسلز. تمام؟ والنوع الثالث اللي هو حاجة اسمها بينيت ماسلز. طيب والحاجة الأخيرة اللي هي اسمها شنو؟ تويستد ماسل. تويستد ماسل. طيب كده نشوف كل واحدة منها يعني شنو. نمسك أول حاجة البارالل ماسلز. من كلمة بارلل معناها شنو؟ حاجة كده متوازية معناها الفسكلز بتاع دي ماشى بصورة متوازية. طيب البارلل بارلل ممكن تكون لي ذات أشكال. طيب ممكن تكون لي عاملة كده مش بارلل عندي الفسكلز دي فسكل ودي فسكل كلها كده مكونة عليها المصل لكن لو جينا لقينا شكل المصل بلقاها عاملة زي شكل المستطيل دي بسميها كوادري لاترال بسميها شنو؟ كوادري لاترال. طيب النوع الثالث ممكن نلقاه عامل عليه زي الشريط مش نحن قلنا بس عايزين لقينا بارلل يا اما الشريط شنو؟ زي شكل الشريط اللي هي اختلافين من ديل شنو؟ اختلاف الطول والعرض يعني هنا عرضها الطول قصير لكن العرض اكبر لا هنا الطول اطول من شنو؟ من العرض فدي الفكره ده هسميها استراب مصل استراب
مصل. طيب مرات قبل استرال مصل دي زاده في فايبرس تشو بتفصلها اللي حسميها استرال مصل ويز تندنس انترسكشنز، يعني زي كان في تندن هنا مقسمه. والحاجه المهمه حنيجي نعرف كل نوع من ده، معناها دي استرال مصل بلس حاجه اسمها تندنس، يعني من تندن انترسكشن انتر سكشنز. انتر سكشنز معناها شنو؟ ذا سكشن وذا سكشن وذا سكشن، جيت شنو زي قسمتها العضله. طيب ممكن ثاني القاها حاجه اسمها فيوزي فورم بارالل تو ايتش اذر، لكن بارالل ذاتها مالها فيها شويه بتاع لفه بالشكل بتاع شنو بتاع المصل، متوازين ما حيتقابلوا لكن شنو ماشيين بس فيها ميلان. طيب نمسك النوع الاول كوادريلاترال مصل، اذا جينا عينينا هنا عندها عضله هنا شكلها مستطيلة اللي هي هنا عند عضله اسمه الهايويد وعند كاتل اسمه الثايرويد، العضله حسميها سايرو هايويد مصل. سايرو هايويد مصل مثال الكوادريلاترال اللي هي شنو سايرو هايويد مصل. سايرو هايويد مصل نوع شنو؟ عباره عن بارالل مصل. بارالل ليه؟ لانه لقينا انه الفاسكتس بتاعتها رانينج بارالل تو ايتش اذر. طيب مثال للاستراب مصل، عندي هنا عضله واضحه عندي ماشيه زي شكل الشريط من هنا لهنا اسمها سارتوريوس مصل، اسمها سارتوريوس مصل. سارتوريوس مصل عباره عن بس شريط، لكن فرقا من الكوادريلاترال المقطول بتاعها اكثر اكبر من شنو؟ من العرض بتاعه. عندي ثاني مصل ودي مشهوره عند الناس اللي بيرفعوا عضلات اللي بيرفعوا حديد اللي هي واخده الابدومينال مصل، بيقول لك حاجه اسمها السكسي باكس، هي تلقى انه عضلات عباره عن شنو؟ مربعات كده صح؟ مربعات اللي هي شنو؟ هي عضله واحده لكن فيها تندنس انترسكشن، هي استراب مصل لكن عندها تندنس انترسكشن، والعضله اللي بتظهر عند الرياضيين والناس اللي بيرفعوا حديد دي اللي هي اسمها ريكتس ابدومينيس مصل. حاليا ممكن انتوا في الليفل ده تشوفوا اسامي العضلات دي غريبه، لكن انا الحاجه اللي عايزكم تعرفوها بس تعرفوا الفكره بتاعت شكل العضله سميتها كده كيف وتعرفوا مثال واحد اتليست. ليه قدام اوتوماتيك بقرا في العضله الفلانيه والله مين شكلها يا استراب مصل، لا لا والله دي فيها انترسكشنز، والله لا دي كوادريلاترال، فاوتوماتيك انت بتعرف الحاجه دي، الموضوع ما صعب، جاست ديسكريبشن توصل. شفت الحاجه كده هي والله ماشيه معاك. فيوزي فور عند العضله المشهوره هنا اللي هي الباي سيف، ودائما فيوزي فور ماسلز بتكون سترونج ماسلز ات كونتراكشن، تكون قويه دائما الباي سيف ده اغلب الشغل عليها. طيب فيوزي فور من شكلها زي شنو؟ زي شكل بتاع الكوما كده فيوزي فور بين الاتجاهين، يعني الفايبرز لكن ستيل بارالل تو ايتش اذر. معناها هذا النوع الاول اللي هو شنو؟ البارالل فاسكيولار. نمشي للنوع الثاني اللي هو الاوبليك فاسكيولار. الاوبليك فاسكيولار دي اسمها معناها جاي شنو؟ جاي اوبليك، ودي قالوا عندي فيها نوعين، يا اما العضله جايه شكل مثلث عادي دي ما هي اوبليك صح؟ والثاني جايها شنو؟ جايها اوبليك. لما نيجي الاقي شكل العضله عامله شكل مثلث عشان كده بسميها شنو؟ تراي انجيولر. تراي انجيولر معناها عندها شنو؟ 3 انجلز تراي انجيولر. تمام؟ التراي انجيولر مصل مثال ليها عضله اسمها الدكتور لونجس مصل. الدكتور لونجس مصر. أول حاجة الثانية بلقاها جاية شكل المروة اللي هي فان شيب. فان شيب اللي هي كيف؟ بتكون دي عندي هنا ودي الانسيرشن هنا كلها بتجي اتجاه الفان. كلها زي شكل المروة اللي هي شنو؟ فان شيب مصر، واللي هي عضلة مشهورة هنا أي زول لو خد يده هنا في الحتة دي وقفل على أسنانه شديد هيحس بكونتراكشن بتاع عضله اسمها تيمبوراليس مصل، اسمها تيمبوراليس مصل، نوع
فان شيب اوبليك بارلل فايبر. معناه النوع الثاني اللي هو الاوبليك فايبرز. عندي تو اكزامبلز، واحده تراينجولر والثانيه فان شيب. تراينجولر اللي هي الادكتور لونجس، والفان شيب اللي هي مثال لها تيمبو رالس. طيب طيب النوع الثالث اللي هو البنات. النوع الثالث اللي هو البنات مصر. بنات معناها زي شكل الريشة، ريشة ريشتين العضلة مكونة أو ثلاثة رياش أو أكثر من كده. دي كلها حاسميها إذا بتسميه ليه يا إما يوني بنات يا إما باي بنات يا إما مالتي بالنت يا إما سيركم بالنت. طيب يوني بالنت معناها عندي شنو؟ عندي ريشة من اتجاه واحد، معناها التندون هيكون لي كده، ده التندون بتاع العضلة، والفايبر جايه بس من اتجاه واحد، حاجة بشكلها عاملة كده. طيب بنفس الشكل ده المصل اللي حكتب لكم اسماء امشي شوفوا الصور بتاعتها بس. مثال لنا اللي هي عضله اسمها بيرونيس، العضله الفرعيه تحت تيرشس، عارفوها كاكزامبل لكن ما مسؤولين في العضله دي بتعمل شنو بتعمل شنو لسه، اللي هي بيرونيس تيرشس. لما نجي للباي بالنير هثبت التندون بتاعي هنا في النص، وحجنين فايبرز من التو من التو دايركشنز. مثال لها عضله هنا واضحه نشوفها هنا، ده التندون بتاعي وهنا بالاتجاهين يعني شنو؟ يعني الفايبرز. العضله دي اسمها ريكتوس فيموريس مصر، واضحه انها شنو؟ باي بالنيت. دي بالنيت واحده ودي بالنيت الثانيه، باي بالنيت معناها مثال لها اللي هي ريكتوس فيموريس مصر. زي ما قلت لكم الموضوع جاست ديسكريبشن، بس اللي شفناه واضح صح؟ مالتي بالنيت مين اسمها معناها شنو؟ معناها البنيت جايه من شنو؟ من اكثر من اتجاهين، ده اتجاه وده اتجاه وده اتجاه. واكثر عضله مشهوره بانها في مالتي بالنيت اللي هي الدلتويد مصر، العضله بتاعت الكتف دي بيجي هنا عندها فايبرز، وهنا بيجي عندها فايبرز، وبيجي هنا عندها شنو؟ فايبرز. دائما كل ما كثر البنيت بتاعت العضله بتديها اكشن، يعني مثلا البنيت الانتيريور هنا قدام هيخلوها تعمل لي فليكشن، ولا البنيت اللاترال هيخلوها تعمل ادكشن، والبنيت البوستيرال هيخلوها تعمل شنو؟ اكستنشن. يعني لو لاحظنا هنا عندي فليكشن اكستنشن، ليه؟ لان دي كلها عضله واحده لكن حوالين كل الجوينت، فهنا الموفمنت بتتغير. طيب مثال ليها اللي هي شنو؟ الديلتويد مصر. مثال ليها الديلتويد مصر. طيب سيركم بالنيت، سيركم دايم جاي من شنو؟ من سيركم. معناها انا عندي شنو؟ سيركل مكتملة، والفايبر جايين من كل البارتس اوف ذيس سيركل تو بي انسيرتد ان وان تندر. مثال لها عضلة في الرجل تحت اسمها تيبياليس انتيريور مسل. فرقها من المالتي بالنيت انه المالتي بالنيت باعتبارها زي هالف انا سيركل، المالتي بالنيت هالف انا سيركل من 3 بارتس، لكن التيبياليس انتيريور السيركل بالنيت سيركل من كل اتجاه بتاعت السيركل، يعني شنو؟ عشان تعمل لي تندون واحد. معناها البنيت دي ممكن تكون يوني بنيت فروم وان دايركشن اللي هي عندي شنو؟ برونيس تيرشس. باي بنيت ريكتس فيموريس شفناها في الجسم. مالتي بنيت اللي هي مثال ليها دلتويد مصر. سيركم بنيت مثال ليها التيبياليس انتيريور. نمشي لاخر نوع في الكلاسيفيكيشن عليه حسب الفاسيكولاي اللي هو التويستيد مصر. تويستيد مين اسمها معناها شنو؟ فيها لوية كده صح؟ لأن بقول لك عملية تويستنج للحاجة الفلانية. تويستيد مصر معناها شنو؟ فيها التفاف. طيب تويستيد مصر. تويستد مصل هيكون عندي فيها برضه انواع، ممكن تكون لي سبايرال
ممكن تاكل لي سبايرال، ممكن تاكل لي كريشيه. انت تاكل لي سبايرال ممكن تكون كريشيه. السبايرال اللي هي شنو؟ عندي هنا العضله بتاعت الصدر بتكون ده كده الاوريجن بتاعها، وده هنا الانسيرشن. ما بتيجي يحصل لها انسيرشن، لو جاها انسيرشن كله كده بتبقى لها تراينجل. لا، الفايبرز اللي فوق هتيجي تتلف حوالين الفايبرز اللي تحت، يحصل لهم تويستنج مع بعض، الثاني يحصل لها انسيرشن هنا، يعني فوق يحصل لها انسيرشن هنا، والتحت يحصل لها انسيرشن فوق، زي انا مسكتهم الاثنين ولفيتهم حوالين بعض حتى وديتهم الانسيرشن. كده سميتها تويستد فايبر او اللي هي تويستد ماسل. النوع بتاع السبايرال مثال ليها اللي هي العضله اسمها بيكتوراليس ميجر مصر، بيكتوراليس ميجر مصر. طيب كريشيت، كريشيت معناها صليب، معناها حصلشن كروسنج، يعني اذا ده المرجن بتاع العضله وده الانسيرشن بيحصل شنو كروسنج لبعض، دي جايه كروسنج. طيب فرق عن دي شنو؟ فرق عن دي انها هنا حصل لي تويستنج، لفوا حوالين بعض الاول حتى حصل انسيرشن. لا، هنا المصر ذات عندها تو بارتس، بارت هيمشي يحصل له انسيرشن هنا وبارت انسيرشن هنا. مثال ليها المصل اللي هنا دي اللي هي ماسيتر مصل، او مصل ثانيه مشهوره طويله اسمها استيرنو كليدو ماستويد مصل. عارف مثال واحد بس اللي هي شنو؟ ماسيتر مصل. طيب نعمل ريفيو سريع كده للمصلز الكلاسيكيشن اكوردنج تو ذا فاسكولاي. قلنا ممكن تكون لي بارلل، ممكن تكون لي اوبليك، ممكن تكون لي بالنيل، والحاله الاخيره ممكن تكون لي شنو؟ تويست. البارلل ذاته ممكن تكون لي شنو؟ كوادريلاترال، مثال ليها ساير هايويد، ممكن تكون لي استراب زي السارتوريس، ممكن تكون لي استراب ويز ستاندرز انترسكشنز، مثال ليها ريكتس ابدومينس. ممكن تكون اخر حاجه في البارلل فايبرز اللي هي شنو؟ طيب النوع الثاني اللي هو البنيت، ممكن تكون يوني بنيت، باي بنيت، مالتي بنيت، ان سيركم بنيت. والنوع الاخير اللي هو التويستيك، ممكن تكون ليه سبايرال، ممكن شيب، وعرفنا كل نوع اللي هي مثال له. طيب نيجي نشوف لو عايز اسمي العضله النيمونكليتشر بتاعت العضله. النيمونكليتشر بتاعت العضله التسميه ما صعب. اول حاجه ممكن اسميها على حسب شنو؟ على حسب الجروس ستراكشر. جيت عن تلاقي كده والله العضله دي شكلها شكل معين اللي هي عندها عضله اسمها ترابيزيوس ماسل. على حسب الجروس ستراكشر زي شنو؟ زي الترابيزيوس ماسل. طيب ثاني ممكن شنو؟ على حسب الاوريجين ان انسيرشن. على حسب الاوريجين ان انسيرشن، يعني العضله دي بدات من وين؟ انتهت وين؟ استيرنو من الاسترنو، كليدو من الكليفكل، ومسكت لي في الماستويد بروسيس. استيرنو كليدو ماستويد. الحاجه الثانيه على حسب الاوريجين ان انسيرشن، بسميها الاسترنو كليدو ماستويد مصر. طيب ممكن اسميها على حسب البون اللي قاعده جنبه، يعني هنا عند عضله تمبوراليس، البون اللي جنبها ده اسمه تمبورال بون. على حسب الادجيسن بون او على حسب الاتاشمنت بتاع تيمبوراليس. ممكن اسميها على حسب النمبر اوف هيدز، في عضلات عندها اكثر من راس. العضله دي اسمها بايسبس، سيبس معناها شنو؟ راس. باي معناها اثنين، معناها عندها شنو؟ راسين. طبعا في الترجمه بالعربي بتاعتها غريبه شويه، اللي هي العضله الشاطحه الناطحه ذات الراسين، وعندي بيجيهم العضله الشاطحه الناطحه ذوات الثلاثه الوسطى. فاللي هي ديك اسمها ترايسبس ودي اسمها بايسبس، اللي هي على حسب النمبر اوف هيدز. مرات بسمي العضله على حسب الاكشن بتاعها، يعني عند عضله اللي هي شنو؟ ابدكتر لونجست، معناها الاكشن بتاعها اوتوماتيكلي هيكون شنو؟ ابدكشن. على حسب الاكشن. وممكن اسمي العضله على حسب شنو؟ تاني ممكن اسمي العضله الجروس ستراكشر والاوريجينال انسيرشن والاتاشمنت والنمبر اوف هيدز والاكشن على حسب اللينكس بتاع العضله. قسم بيقول لنا عندها عضله اسمها ابدكتر لونجس، معناها لونجس معناها هي عضله طويله. في نفس الوقت عندها ابدكتر بريفيس، معناها اللي هي الابدكتر مع الاس صغيره. الاثنين الاكشن بتاعهم ابدكشن، لكن واحده طويله واحده قصيره. في حاجات كثيره للنومكليتشر بتاعت المصل كان الناس ترجع عليها، لكن ما هي حاجه صعبه، لكن تعرفوها ممكن تعرفوا لكل واحده مثال.
طيب نيجي للكونتراكشن بتاع المصر. هو كلام فيسيولوجي لكن نعرفه سريع كده. عندنا تايب اوف كونتراكشن اللي هي اسمها ايزومتريك كونتراكشن. ايزومتريك كونتراكشن اللي هي اسمها ايزوتونيك كونتراكشن. دائما كلمة ايزو معناها متساوي. لما يقول لك ايزومتريك ايزو دي متساوي. متريك المتر معناها شنو؟ الطول. اللي هي كونتراكشن بتاع العضلة والطول ثابت دي بتحصل 200. جيت الليلة رفعت الليل حاجة تقيلة ما بتترفع. العضلة هتعصب، طول العضلة ما تغير، لكن التون بتاع العضلة اللي هي الكونسيستنسي بتاعتها مالها العضلة بلقى إنها بقت أقوى. قوة العضلة اللي هي اللي أنا بحسها دي بسميها التون. معناها دي احنا بنسميهم ايزو شنو؟ ايزومتريك كونتراكشن. كل ما أنا حاول أرفع الحاجة دي التون حيزيد لكن ما حقدر أغير في طول العضلة. الايزوتونيك كونتراكشن التون بتاع العضله ثابت، يعني العضله شنو؟ هتكون سوفت زي ما هي، لكن شنو؟ بتطول وبتكسر. اللي هي ده مع المشي، انا مع المشي كده ما بعمل كونتراكشن شديد للعضله، بس شنو؟ بحركها، او جيت حركت يدي كده العضله هنا ما حزيد القوه بتاعتها، لكن شنو؟ غيرت الطول بتاعه. فده كلام فيسيولوجي. لكن الكلام في الاناتومي مهم من ناحيه الكونتراكشن، اللي حقسم العضلات لان عند عضله اسمها البرايم موفرز، وعند عضلات هسميها الانتاغونست، وعند عضلات هسميهم اللي هم شنو؟ سيناليست، او قبلهم عندي الفيكسيترز. فيكسيترز واخر حاجه اللي هم السيناليست. طيب الفرق شنو؟ اي عضله اديت اوردر انها تشتغل واشتغلت الشغل بتاع دي برايم موفر، اللي هي اديت اوردر وعملت الاكشن. البايسبس عمل لي كونتراكشن، عملت كونتراكشن دي برايم موفر. انتاغونست اللي هي حتكون العضله ضدها، يعني اذا البايسبس بتعمل فليكشن هناك عندي الترايسبس بتعمل لك اكستنشن، معناها هي حتغاومني. دائما العضله ضد في الاتجاه المقابل بسميها انتاغونست، معناها دائما البرايم موفرز والانتاغونست ضد بعض. طيب لما نجي للفيكسيتر، عندي عضله عايز تشتغل لي شغل معين لكن خايف انه شنو الاوريجن بتاعي ده يمشي لاتجاه الانسيرشن، هتكون في عضله حتثبت لي الاوريجن بتاعها. العضله اللي بتثبت لي الاوريجن هتلاقي فيكسيشن وذا برايم موفر، هسميها العضله دي شنو؟ فيكسيتر. طيب سينرجيست اللي هي شنو؟ دائما لما بقول لك سينرجي معناها حاجه مدعمه، ده حاجه هتديني الدعم. اللي هي بتحصل لما يكون عندي هو مصل كروسنج تو جوينتس، عندي مصل من هنا مثلا لحد هنا، كروسنج الشولدر وكروسنج الالبو. لكن انا عايز احرك الالبو بس. اها طيب الشولدر ده يعمل شنو؟ هقوم اشوف لي سينرجي اللي هي شنو؟ سينرجي مصل تثبت لي الشولدر، هتلاقي فيكسيشن هنا للشولدر عشان الاكشن ده لما نديله للمصل دي تحاول تحرك ده هتلقى السيناريو، جبتك مصل ثبتته في نفس الوقت هتشتغل لك في القلب. فده الفرق، الفيكسيشن جاست فيكسينج ذا اوريجن، لكن السيناريستيك مصل هتعمل لي شنو؟ فيكسيشن لون جوينت في حاله لازم تكون انه المصل كروسنج تو جوينت. فده الفرق بين البرايم موفرز والانتاغونست اللي هم المضادات، والفيكسيتر تو فيكس ذا اوريجن، والسيناريستيك مصل. طيب نختم الليكشر دي بشويه بتاع ابلايد اناتومي حاجه كلينيكال. لما نقول لك شنو الانابيلتي تو مصل تو كونتراكت، ما تتحرك نهائي، اللي هي الشلل او اللي هو اسمه باراليسيس. باراليسيس. طيب واذا انت ما استخدمت العضله لوقت طويل طوال هيحصل لي ضمور في العضله اللي هي قله في حجم العضله بسميهم ديسيوز اتروفي. اتروفي معناها اللي هي ضمور في حجم العضله. وعكسها تماما الرياضيين بيحركوا العضلات كثير والناس اللي بيرفعوا الحديد هيحصل لي اوفر يوز، معناها بيستخدموا شيء كثير صح؟ اوفر يوز هايبر اتروفي اللي هو هايبرتروفي. اوفر يوز هايبرتروفي. فعندي ثلاث مصطلحات في المسلس لازم اعرفها: باراليسيس، ديسيوز اتروفي، اوفر يوز هايبرتروفي.
بدأ الأسد اللي هو الشلل التام بتاع العضلة ديسيوز اتروفي لو ما استخدمتها لفترة طويلة زي الناس ذاتهم مثلا بيكون مشلولين العضلة في النهاية ما لها حصل لها ضمور لأن العضلات ما لها تتحرك. طيب اوفر يوز هايبيتروفي اللي هو الناس الرياضيين اللي بيرفعوا حديد والحاجات دي بعد شوية كده بتلقاهم عضلاتهم زادت في الحل بيسووا الاوفر يوز. وشكرا لكم، نتقابل في النكست ليكشر ان شاء الله.